أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صدق الله العظيم.